فريق الرجاء البيضاوي عاد بنتيجة التأهل من قلب ملعب ألفونس ماسيميا بالكونغو بعد تعادله الإيجابي في مباراة إياب الدور التمهيدي لكأس عصبة الأبطال الإفريقية أمام فريق الشياطين السود. فريق النسور الخضر كان سباقا للتهديف منذ الدقيقة 40 بواسطة فيفيان مابيدي لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق البيضاوي. وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم النيجيري كريستيان أوساغون الهدف الثاني. Nous avons donné aujourd'hui un point de surface pour jouer à Diablema. Nous avons aussi un avantage. Nous avons contrôlé ça avec des contre-attaques très rapides. On peut faire plus de buts. Et après qu'un match doit finir avec une victoire, notre équipe a fait une pause mentale. فريق الرجاء الرياضي أضاع سيلا كبيرا من الأهداف قبل أن يقلص إنغو ليما الفارق من ضربة جزاء في الدقيقة 89 وأضاف زميلهم فيتي هدف التعادل ليعلن الحكم مارسول محمد عن نهاية المباراة. بفوزه بما مجموع 6 أهداف مقابل هدفين يكون فريق الرجاء البيضاوي قد كشف عن نواياه مبكرا في انتظار مواجهة فريق كايزر شيف الجنوب إفريقي.